نبنكشف الموضوع ونبين الخفي، لا ما في شي ممنوع، متفهم وصافي. نبنكشف الموضوع ونبين الخفي، لا ما في شي ممنوع، فهم وصافي صافي. قال كل اللي عنده ومهما قال لا ما احنا ضده، قالوا كنا عيال قريه كل من فينا يعرف خيه. لا ما في شي ممنوع، متفهم وصافي. يا حبيبي انت تمثل وانا اغني، وش فيها اذا امثل واغني؟ ولي انت تمثل وخلي اغني اغني، وري العالم فنك وورهم فني. عندي كلام شلته بقلبي، كيفك قوله بس لا تخاف. تكفى يبغى غني، فيني طرف بغني، يلا يبغى غني. اوه يا مال، اوه يا مال. بس وس يبغى بس، لا وس. وسع لي صدرك يلا ويانا فرفش، وان ما عجب كي كلمك العادة طنش. وسع لي صدرك يلا ويانا فرفش، وان ما عجب كي كلمك العادة طنش. بندور مثل كرة المدورة، بندور بندور ونقول كل شي ترى بالغشمرة. بندور 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 مثل كرة المدورة، بندور بندور كل شي ترى بالغشمرة. بندور الله، وسع لي صدرك يلا ويانا فرفش، وان ما عجب كي كلمك العادة يبقى طنش. وسع لي صدرك يلا ويانا فرفش، وان ما عجب كي كلمك العادة طنش. وندور مثل الكرة المدورة، بندور وندور وندور ونقول كل شي ترى بالغشمرة. بنقول ونقول بندور مثل الكرة المدورة، بندور طيب انت من وين متخرج؟ على فكرة انا توني متخرج من امريكا في مجال الاعلام على فكرة، وعلى فكرة بعد دشيت دورات تدريبية في قناة الام في سي والخم في سي والعم في سي، وحصلت على شهادة تفوق على فكرة. قالوا لي اقعد عندنا وكمل هناك، لكن قلت لا على فكرة تصوروا، قلت لا سوري يعني دهننا في مكبتنا، ومثل ما نقول احنا my oil in my country يعني. وانت؟ انا طال عمرك اشتغلت بالاذاعة والتلفزيون، اشتغلت معد برامج، مخرج، مذيع، رئيس قسم، رئيس شعبة، بالصادر والوارد، كل شيء، مستشار، وبه وكيل، ها بغيت أصير وكيل إلا. فقلت أنا يبغى أشليب هاللغوة، أنا أغير، أنوع، مثل ما يقول مثل، نوع لا يخسر، مثل ما ضحك صاحبنا، زين طال عمرك،
ولقيت هالإعلان عندكم بالجريدة إنكم فاتحين قناة جديدة وطالبين ناس عندهم خبرات وشهادات، فقلت أنا أولى، يعني أنا بشهاداتي أولى يتقدم عندكم، لأن ربعنا اللي هناك ما يقدرون ولا يعرفون الكفاءات والشهادات طال عمرك. وأنت؟ جايب أنا هنا أقصر ولا أنا شكو والإذاعة والتلفزيون. وأنت لو سمحتي؟ أنا أخذت دكتوراه بالإذاعة وباللغة العربية، علمت كتير مذيعين ومذيعات كلهم تخرجوا من تحت إيدي، طلبوني كتير إذاعات منها الفرنسية، العربية، الفارسية، الهندية. شكراً، معك جينيفر لوبيز مراسلتكم الجديدة. لو سمحت أخوي، طالبين مذيعين، أنا قريت في الجريدة في لقاء مذيعين تلفزيون، وأنا مقدمة مذيعة، وأنا هني جاية كمذيعة. لو سمحت أخوي، في إيه؟ نعم طبعاً، تفضلي. شكراً. حيات يلا يا الحبيب بالدور. حبيبي هذه حالة خافة، راحت مشوار وردت من الصبح جاية. عنيت لك شوية. وين رايح؟ خبير مالي ومستشار القناة، فلوسي راحت، قول لي شو اسوي. على فكرة انا الخشيت فيك، جبتك من برا عشان اتعلم انجليزي، انت تعلمت حكينا، يقول شو اسوي. بس اوه ماي جاد، وات يو ار دوينج؟ بس الخشيت انا بخواتمك، قاعد افكر لك شيك انت. بس لقيتها. سو ثورة. ثورة يعني شو اسوي؟ انقلاب عسكري. شفيك انت؟ امزالق ومتعور. يا رب اسوي يعني انقلاب عسكري تقريبا. ايبو انا الرئيس، اذا سويت انقلاب على نفسي يعني شلون؟ اتي كوكس. شوف، تسوي انقلاب على تفكيرك. انقلب يعني شو اسوي؟ انتو تيشيرتك. سو خريطه. شنو دخل جغرافيا اهو يا حبيبي؟ خريطه برامج. شفيك انت؟ سو برنامج يعني مثلا مسحورون تحت الارض. هذا شنو؟ يعني تجيب واحد يتكلم عن السحر، عن الشعوذه، يفك السحر بالاتصالات. شفيك انت؟ قصدك يعني بالموبايل؟ ايه، يفك السحر عن طريق الاس ام اس. الناس تطورت. اوكي، وبعد؟ وسو برنامج ثاني من فتحه الباب. شنو هذا بعد؟ هذا البرنامج يتكلم عن العلاقات الزوجيه العاطفيه، وانت عارف. العاطفي هذا كثر منه. وبعد ولقاء مع جي. وبعد وسوي لقاء مع بنت، يعني محسوبة على البنات، هذا اللي مسوي روحه ولد بوي. وبعد وسوي برنامج عن الأحلام وعن المخدرات وعن الشقق ال شنو؟ لا انت عزبت تهدم بيتي من صدقك؟ تبيني ليل ونهار يسبوني بالجرايد؟ حلو. وشنو اللي حلو بالموضوع؟ السب تنسب، والناس هني بعد الله خير عندهم فضول، بيعرفون ليش تنسب بالجرايد، فيقعدون يتابعون قناتك وبرامجك. وهني عاد سولك حركة ذكية، طبعا مستشارك موجود، نزل اعلانات، نزل دعاية ويشتغل البيع، وبدالة تصير عندنا قناة واحدة نبيها 5، لا نبيها 10، ايش رايك؟ ايه هذا الحكي الزين، توكلنا على الله يبا. وبعد انا اقول لو نحط حالنا حال الفضائيات الثانية شريط تحت ونكتب المزيونة تهدي الى الفرفور، والمادي منو يهدي حق المادي منو. حركات. كل هذا بتسويه تتوكل على الله؟ شل عبو. We'll be right back.
ولي هم رد اقترب مره ثانيه. ايش فيه التلفزيون؟ ايش فيه؟ وين المحطات؟ وينهم؟ امبي باش فيك؟ المحطات مني داخل هذا الريسيفر. تطنج مع ويك تطنج؟ منو متعبث فيه؟ منو متعبث فيه؟ امبي باش فيك؟ انا ما جسته. امبي فيك؟ انا ما جسته. ويا اذونك هذول. دق على المصلح خليه يصلح. يلا. بديك من تلفوني. قم قم قم. قم شوف من عند الباب قم. قم. زين. هلا انا المصلح اللي كنت بديك علي. عمبي بس انا ما دقيت عليك. حبيبي احنا مطورين وخدماتنا مطوره، وين تلفزيونكم الخربان؟ هناك بالصاله. يلا تعالوا. فين هناك؟ بطل عينك. منو هذول ايش يبون؟ يبا هذا مصلح مال تلفزيون مع ولده. منو ولي امر هني؟ انا. في الشارع، في البنية، في البيت، في البنية، تابعونا في خطوط صفراء. قعد لا تشغله، قعد. ها مهندس طمنا. يلي ما تخاف الله، المشكلة مو بالتلفزيون. في شنو عيل؟ اسألني شو المشكلة، قل له. راح أقول له. المشكلة في البرامج اللي تشوفونها، يحتاج لها مواد مطهرة. وبدال لا تصلح تلفزيونك وسيتلايتاتك، صلح نفسك وخاف على عيالك. قلت له طوف. طوف. شوف اللي انا قاعد اشوفه يا معود، كله اصفاف بصفاف. يا اخي شلون يعرضون هالاعمال هذه؟ شيء مخجل يا اخي. خير؟ شيء مخجل، مخجل جدا. قم بطل الباب. شنو؟ قم بطل الباب يا معود، خلنا نتابع المسلسل، خلنا نتابع. قوم عمي. قل يا عمي زرعتنا. اي والله. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو هذا؟ ايش قاعد تسوي انت؟ شوف عينك، قاعدين نشوف. شو تشوف؟ اللي قدامك الحين انت ويا ويك، مو داق علي قال لي تعال خلينا نتابع المسلسل المحلي. بلى هذا هو. يلا تفضل. يقول هذا هو. اي هذا هو. ها شو تضحكون علي انتو؟ هذا مو غسيل منشور؟ اي مو مسلسلاتنا المحليه، شو تسوي غير نشر غسيلنا للعالم؟
تصبحون على خير يلي منسين يلي مطربين. عساك ما تقومين يلي مزعجتنا. هني طرب وبلابل تغرد وهني سكرابه مغاره. اعوذ بالله عساك ما قمتي. سلامات لفنانتنا المرموغة المغمورة. من طق طبله قال انا قبله والفضائيات شرق وجن لن. من طق طبله قال انا قبله والفضائيات شرق وجبله. شن ورنا كلها وحنا حتى المهبول روج فنا. شن ورنا كلها وحنا حتى المهبول روج فنا. والذوقي مسكين الكل ميطه. زيطة وعيطه وخلطه بيطه والذوق مسكين الكل ميطه. الكل ميطه الكل ميطه. من طق طبله قال انا قبله والفضائيات شرق وجبله. من طق طبله قال انا قبله والفضائيات شرق وجبله. شنه ورنا كلها وحنا حتى المهبول روج فنا. فضائي فخر انتمائي فخر انتمائي فخر انتمائي. والمشكلة اليوم ينشر وبائي ينشر وبائي ينشر وبائي. انطف انطف والوقت ضايع شنخلي شنشوف سوق وبضايع. جوع صار من جوع صار دمر حياتي ابن انطره